استدعت الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت لافتتاح معرض للدكتور حسين حسين بعنوان الفنون المتفككة. جولة على المعرض مشاهدينا بعد ست برنامجنا. أستاذ محاضر بكذا جامعة ومن ضمن الجامعة اللبنانية الدولية. عنا اليوم إمضاء لكتابه ومعرض بيتضمن أعمال فنية تابعة موضوعة للكتاب. الكتاب للحقيقة بيحكي عن الانكويران، وهي حركة فنية بنهاية القرن التاسع عشر بين 1882 و1893، حيث أقامت مجموعة من الشباب الثائر ثورة إذا بدك على كل الفنون يلي كانت، وخاصة الفنون الحديثة اللي كانت بلشت بوسط القرن التاسع عشر. هالفترة القصيرة بآخر الربع من القرن التاسع عشر لح يفوت فيها، رح تفوت مثل مغامرة أو تجربة تخرق كل القوانين الفنية. وللأسف هذه المجموعة اللي هي الانكويران، يعني اللامنطقيين المفككين اللي عندهم روح الدعابة، اللي عندهم هالجنون، اللي رافضين لكل شيء، ما معترف فيهم إذا بدك كفنانين. لأنه الفكرة إجت بال 1882 عند جول ليفي، وهو كان عم بي مثل ما بقول بعده في يوم جمعة 13 كمان رقم بقلبه مثل ما بيقولوا سوبرستيسيون، انه يعمل معرض مع ناس ما بيعرفوا يرسموا. وبالتالي هيدا المعرض كان خضة للأجواء الفنية. اثنين، هالمجموعة ضلت متماسكة مع بعضها وصارت تلتقي بكافيه لو شانوار قبل طبعا كل الحركات الانتي ار او يلي هي ضد الفن، مثل ما بتعرف في الدادائية او اللي نزلت منها السورياليه، مثل او التحوليين، يعني عم نحكي الفن كأوبجي مثل عند مارسيل دوشان. فهالجماعه ما كتير معروفين، وباوروبا خاصه مش معترفين كفنانين. الحلو انه الدكتور حسين من الصيدلة ماجستير بجامعة سانت بيترسبورغ، للجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة، لا ماستر من باريس، لا دكتوراه بالجامعة اللبنانية بسن الفيل، قدر يرجع من خلال الكتابات يرجع يعيد بناء أعمال لهالفنانين يلي هن الانكويران واللي ما عم نسمع عنهم. فهو سباق بهيدا الموضوع، مش عم نقول انه ما حدا كتب عن الانكويران، بلا في كتير كتبين، لكن هو سباق باعترافه بأنه هو رفعهم إلى مستوى الفن الرسمي.